كل القصص العظيمة لازم لها شخص عبقري واحد يبدأ كل حاجة، لك أن تتخيل. في البداية كنا فاكرين اللي بنشوفه في السماء نجوم من مجراتنا أو غبار كوني ومفيش مجرات تانية. في بداية القرن العشرين كان الإجماع الفلكي والفلسفي إن مجرتنا هي كل الكون، وإن اللي بره المجرة هي سحب وغبار وغازات. كنا بنصدق بغرور إن مفيش مجرات تانية بعدين، لغاية ما جالنا إدوين هابل في سنة 1924 علشان يثبت بالرؤية إن اللي كنا فاكرينه غبار وسحب كان في الحقيقة مجرات تانية كاملة، وإننا مش في الكون هنا لوحدنا. الاكتشاف ده كان بداية كل حاجة في علم الفلك، وبداية كل حاجة في الخيال العلمي برضو. احنا ما كناش نعرف كلمة مجرة جالاكسي الا من بعد ما هابل اكتشف مجرات تانية. قبل كده كنا بنسمي الاشكال اللي بنشوفها في السماء دي غبار نجمي. اول مجرة اكتشفها هابل هي الاندروميدا، اول واقرب مجرة لنا، تبعد عننا ب 2.5 مليون سنة ضوئية، فطبعا كان لازم يشوفوها سحابة. أول واحد قال لنا عن الأندروميدا عالم فارسي اسمه عبد الرحمن الصوفي، وسماها السحابة الصغيرة في كتابه عن النجوم الثابتة سنة 964 ميلاديا. أندروميدا هي اللي كان يقصده العرب لما بصوا للسماء وسموها سديم، سحابة غامضة ما يعرفوش طبيعتها لغاية ما اكتشفها هابل وعرفها لنا. أندروميدا كانت الهدية الأولى، الهدية الثانية اللي قدمها هابل للبشرية كانت أكبر. في سنة 1917 نشر أينشتاين نظريته النسبية اللي أعادت تعريف الجاذبية والمكان والزمان في الكون، لكنه غلط مرة واحدة. العبقري اللي علمنا كل حاجة افترض حجم الكون ثابت ما بيتغيرش، برغم إن كل معادلات الجاذبية اللي استنتجها بنفسه كانت بتقول إن حجم الكون بيتغير طول الوقت. بس أينشتاين ما كانش مقتنع بالنتيجة، فحط حاجة اسمها الثابت الكوني أو الكوزمولوجيكال كونستنت في معادلات الجاذبية علشان يمنع النتائج المتغيرة لحجم الكون ويخلي حجم الكون دايما ثابت. سنة 1922 ألكسندر فريدمان اشتغل على معادلات أينشتاين للجاذبية، وهو اللي قال لنا إن معادلات أينشتاين نفسها بتفترض توسع الكون. سنة 1927 القس الكاثوليكي والفيزيائي جورج لوميتر توصل نظريا الى استنتاج ان الكون بيتوسع، لكن نظريته اضافت ان الكون مش بيتوسع بشكل عشوائي لكن بيتوسع بسرعه منتظمه. كل دي فضلت نظريات بدون دليل منظور عليها لحد ما جه ادوين هابل في 1929 واثبت تمدد الكون عمليا من مرصده في ماونت ويلسون في شيكاغو. خليني احاول اشرح الاثبات العلمي بابسط طريقه ممكنه. الراجل بص بالمرصد للسماء لقى الاجسام اللي بعيده عننا يعني بتدي ضيف احمر او ريد شيفت من غير تعقيدات فيزيائيه. الضيف الاحمر يعني ان مصدر الضوء بيبعد عنك مش بيقرب منك. لما مصدر الضوء بيكون ثابت او بيقرب ليك بيدي ضيف ازرق او حاجه اسمها البلو شيفت. العلاقه بين المسافات ولون الضيف اسمها الدوبلر افكت لو حبيت تدرسها اكتر يعني. حيث ان المجرات بتطلع عشان احمر سيادتك، فده معناه ان المجرات اللي بنرصدها دي بتتباعد عننا وعن بعضها ولا تتقارب، وهو ده قانون هابل ان اي جسمين ما بتربطهمش علاقه تجاذب بيتباعدوا. مش مثلا بيفضلوا ثابتين او ممكن يقربوا بعدين، لا بيتباعدوا، وسرعه تباعدهم بتتناسب طرديا مع المسافه بينهم. لما تطبق قانون هابل على الاجرام السماويه نستنتج ان الكون كله بيتباعد وفي حاله توسع، ودي بالظبط نظريه تمدد الكون او اليونيفيرس اكسبانشن اللي اصبحت حقيقه توقعتها المعادلات في البدايه، بعد كده اثبتتها الرؤيه والملاحظات. هابل كان هو حلقه الوصل اللي بتحول النظريه لحقيقه. سنه 1931 اينشتاين راح قابل هابل في مرصده عشان يشكره على جهوده في اثبات تمدد الكون. اينشتاين قال بعد كده ان اعتقاده بثبات حجم الكون كان اكبر اخطائه. ده بيوحي ان اينشتاين عمل اخطاء اصغر، بس الحقيقه احنا ما نعرفش اي اخطاء اصلا اينشتاين، لا اصغر ولا اكبر. يا جماعه اللي يعرف اي غلطات ثانيه اينشتاين يقول لي النبي. بصراحه كويس انه بيغلط، عشان كنت ابتديت اقتنع انه مخاوي من دقه توقعاته يعني. السؤال دلوقتي بيقول ادي الكون ما بين ايدك، اعتبر ان كوره. لو قلت لك ان بمرور زمن المستقبل الكوره بتكبر، يبقى لو عكسنا الزمن ورجعنا للماضي الكوره هتعمل ايه؟ هتلاقي الكون بيصغر بيتضاءل للصفر، يعني من الصفر بدا وانفجر كل شيء. ادوين هابل خلانا نقدر نكتشف نظريه الانفجار العظيم. هابل توفى سنه 1953 عن عمر 63 سنه، لكن اللي خلف علم
ما ماتش. سنه 1960 ناسا فكرت تعمل مرصد يشوف الفضاء من الفضاء نفسه، فوق السحاب وفوق المطر وفوق الغلاف الجوي وفوق اي حاجه ممكن تشتت الضوء، مرصد فضائي بيدور حوالين الارض زي القمر. واختارت ناسا انها تسميه مرصد هابل علشان يفضل اسم الدكتور هابل يتردد للابد طبقا لموقع ناسا. سنة 2016 هابل قدم لنا اكتشاف جديد، ان سرعة توسع الكون زادت 9% اكتر مما كانت عليه، وده بيعزز نظرية انتهاء الكون بانه هيفضل يتوسع ويكتمل الى ما لا نهاية. لكنه مش بينفي تماما نظرية انتهاء الكون بانكماش عظيم، لان عند حد معين طاقة التوسع هتخلص ومش هيفضل الا الجاذبية اللي هترجعنا كلنا لنفس النقطة تاني. احنا لسه بنشوف السماء بعين هابل لغاية النهاردة. عين هابل وعقل اينشتاين شفنا كل اللي نعرفه، ويمكن نشوف كيف بدأ الكون. علشان كده كان لازم اقول الحلقه دي بكل تفاصيلها في مقدمه للحلقه اللي جايه. لكن انت تتخيل